هناك مسؤولية تقع على القوى السياسية وأيضا على القوى الشعبية في أن تعبر بموقف واضح. المفروض احنا ندعم هؤلاء الشباب بالرجال والسلاح. المؤتمر عقد اليوم لثلاث تجمعات، اللي هو التيار السوري سوريا الجديدة، والتجمع تجمع حق، ومجلس حوران الثوري، للخروج بمؤتمر للخروج يعني ببيان بخصوص الأوضاع الراهنة بدرعا، والتأكيد على وقوفهم مع ثوار حوران، ومطالبة المجتمع الدولي وقوى الثورة والمعارضة للوقوف أمام يعني مسؤولياتها. ونحن لسنا ضد القرار 2254، بالعكس تماما، نحن نعتقد أنه بدنا نتمسك بهذا القرار والحد يكون من خلاله، ولكن نقرأ هذا القرار ونفهمه كما يخدم مصلحتنا وكما يحقق. نحن نطالب المعارضة الرسمية بأن تستخدم ورقة ضغط سياسي على روس بأن تعلن تجميدها لمشاركتها في العملية السياسية بشكلها الحالي، حتى يتوقف الهجوم على درعا وحتى يتوقف القصف على إدلب أيضا، لأنه أيضا عندنا انتهاكات يومية من قبل الروس لوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد. السيناريوهات المتاحة قالوها الثوار على الأرض، إما الثبات والمقاومة إذا اضطروا إلها، أو التهجير بشكل كامل. في الحقيقة ثبات الشباب كان قوي، ولكن الموقف الروسي كمان كان حيادي واضح أنه ما أرضوا بهذا الأمر وما أرضوا باقتحام النظام وغيره. لكن الروس الظاهر أنه في عندهم ألاعيب أو في أدوار. واجب الجميع الآن الضغط على كل ما يمكن من منظمات أو مجتمع دولي أو كيانات سياسية لمحاولة يعني التأثير بفك الحصار عن أهلنا في درعا ورفع المحنة عنهم. إضافة إلى أمر أنه من شروط التسوية الآن وفك الحصار بعد 57 أو 58 يوم من الحصار، من شروطه عدم نقد هذه العصابة الحاكمة في دمشق عبر حتى وسائل التواصل. يعني هو حتى يريد، مو فقط هو قطع عنك الأهم، ورقة ضغط بالنسبة لثوار درعا أن تظل كلمتهم واحدة، وأن يظل الالتفاف والقرار الشعبي والمدني والعسكري قرارا واحدا. لكن لا أتفهم أبدا ولا أتقبل أبدا الموقف البارد حقيقة وأسف لهذا التعبير من جيشنا الوطني الذي نعتز ونفتخر به. نحن بحاجة إلى سياسة نبدي كل العالم، نقع كل العالم نفهم سياستهم الأمريكية والروسية والإيرانية والبعض شو، حتى نوصل آخر شيء نموت كلياتنا. يعني النظام أو الميليشيات الموجودة ضربت درعا البلد والمحيط.